لاباس عليكم؟ مزيانين اموركم بخير وعلى خير. كنتمنى بلي تلقاكم هذا الفيديو تما في احسن الاحوال ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. عارفه راسي غبرت عليكم يمكن شي 5 ايام ولا 6 ايام ما بوستيت حتى شي حاجه في يوتيوب حيت تو سامبلومون ما كانش عندي المورال انني نصور لكم ولا ندير المونتاج. ما كان عندي المورال حتى شي حاجه فريمون. المورال كان اتير واوقات اللي الواحد كيبغي ياخذ بوز يعني المورال ديالو كيكون زيرو ما كيكون باغي يدير حتى شي حاجه ما كيكون قادر يدير حتى شي حاجه كيكون مكتئب. المهم راكم عارفين دونك فوالا هادشي اللي كاين. وعاد ما بغيتش انني نبارطاجي معكم شي حاجه نيجاتيف. عارفه راسي ماشي غير انا بوحديتي اللي كتجيني هاد الاوقات يعني ماشي غير بوحديتي كاين بزاف ديال الناس اللي كل واحد والهم ديالو. عاد غنزيدكم بهمي دونك فوالا هادشي اللي كاين. ولي ما قررت ندير لكم واحد لو بيتي انبوكسين بما انه وصلوني دي برودوي من عند دوغلاس من عند لا مارك اون فيت ماشي دمارك هو ان ماغازان اللي كيبيع تو لي مارك يعني ديال سكين كير وديال هير كير وحتى ديال الميك اب ولي بارفان وداكشي سورتو لي بارفان عنده جميع انواع ديال لي بارفان. و المهم داير بحال شكل ديال سيفورا الاغلبيه ديال الناس غادي يعرفوا سيفورا غير هو دوغلاس ما كاينش في اوروبا كلها يعني كاين غير في المانيا جو بونس السويد النرويج بحال هكا سينو. المهم راه داير بحال شكل ديال سيفورا اللي غادي تلقاوه في سيفورا غادي تلقاوه في دوغلاس. عاد دوغلاس فيه دي مارك اللي زايدين على سيفورا و المهم يا بحال هكا. دونك فوالا وصلوني دي برودوي بما انه قررت انني نبدل السكين كير ديالي وقررت بس انني نجرب دي برودوي اللي جدادين صراحه عمري ما جربتهم ولا يعني سمع عليهم بزاف ديال الناس هضروا عليهم سواء في انستغرام سواء في يوتيوب بارتو كيهضروا عليهم في لي جروب ديال فيسبوك في كل شيء. دونك فوالا صراحه انا من داك النوع اللي ماشي دي اون فوا كنشوف شي برودوي يخرج ولا هكا شي كريم خرجات دغيا كنمشي كنطار كنشريه. لا يمكن انا اخر وحده كنشريه حتى كيجربوه الناس كلهم عاد كنمشي نشريه انا. وعاد ما كنشريهش في يعني ما كنشريش القرعه الكبيره ديالو كنشري القرعه الصغيره غير باش نجربوه ونشوف واش غيوالمني ولا ما غيوالمنيش واش غيعجبني ولا ما غيعجبنيش. زعما كندير له تيست كنتيستيه هذيك الساعات عاد لا عجبني عاد كنشري القرعه الكبيره. دونك فوالا الصراحه هاد لي برودوي سمعت عليهم بزاف 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 ديال لي انفلونسوز لي يوتيوبرز في لي جروب فيسبوك عرفتو بارتو سمعت عليهم. وهذا جا الوقت المناسب انني نجربهم يمكن انا اخر وحده غادي نشريهم. دونك قلت علاش لا نشاركهم معكم ونفيدكم. صراحه غادي نجربهم ومن بعد هذيك الساعات من ندوز واحد الوقيته غادي نرجع عليكم واش زوينين ولا ما زوينينش. دونك فوالا كيف ما كتشوفوا البنات البنات اللي عندهم دوغلاس ها كيفاش كيوصلكم لا كوموند ديالكم كتوصلكم بحال هذا الشكل يعني في واحد البوكس ديال بحال هذا الشكل. المهم انا راه حليتو شنو فيه فوالا صراحه خديت هكا ديال تخوك ديال سكين كير وخديت هكا ديال الميك اب. دونك اول حاجه غادي نبدا لكم بها المهم غادي نوريكم كيفاش كيوصل هذا الشيء هكذا. دونك فوالا اول حاجه خديتها هاد لا كريم لافونت هيدراتونت من عند لا مارك سيرافي. انا متاكده 100% بلي اغلبيه ديال البنات غادي يكونوا شافوا هاد لا غام هادي وديجا سامعين عليها ولا شافوها في شي بلاصه ولا سامعين شي وحده كتهضر عليها. اللي جربوا هاد لا غام وشكروها بزاف بزاف لا مارك وشكروها بزاف بزاف. المهم هادي البنات سي اون كريم لافونت هيدراتونت كاين بزاف ديال الانواع على حسب لا بو ديالك واش عندك لا بو غراس ولا بو سيش ولا لا بو نورمال. المهم انت كتختاري. دونك فوالا هادي البنات هي بحال كنقولوا اون كريم لافونت بحال شكل ديال جيل نيتوايون غير هو او ميم طون البنات اللي عندهم لا بو سيش كيقول لك من الاحسن انكم ما تستخدموش جيل تستخدموا اون كريم. يعني في عوض ما تستخدمي ان جيل نيتوايون تقدري تستخدمي اون كريم نيتوايون. دونك فوالا باش هكا لا كريم كتكون كثر رطبه على البشره ديالك وكتهيدراتيها اكثر حيت الجيل كيكون كينشف لك البشره ديالك سكيفي ديال الناس تشكروها بزاف ديال الناس. دونك فوالا انا خديت لابو نورمال اسيش كيفاش باش نجربها ونشوف. دونك فوالا هي هادي وكيف ما قلت لكم ما خديتش القرعه الكبيره خديت القرعه الصغيره ماشي الصغيره الصغيره حيت المهم راكم عارفين لي جيل نيتوايون خصك واحد الفتره تداومي عاد باش كتعرفي ماشي بحال الشكل ديال مثلا روج ليف ولا ماسكارا كتجربيها من المره الاولى المره الثانيه كيبان لك واش زوين ولا زوين. هاد لي جيل نيتوايون ولا شي كريم هيدراتون خصها الوقت ديالها باش كتجربيها وتستيها عاد باش تعرفيها واش زوينه ولا ما زويناش ماشي زو اين فخ يعني بلي لو نهار غادي تعرفي النتيجه ديالها. دونك فوالا جيسبيغ انو تكونوا كتشوفوني مزيان حيت ما بقيتش كنعرف كيفاش نريقل
ما عرفت كيفاش نريقل هاد الرينغ لايت، مره كيبان ليا الضو بزاف، مره كيبان ليا الضو قليل. هي هذه البنات خديتها 236 ام ال، راه كاين حتى ديال ان ليتر جو بونس 800 ام ال، وكانت كدير بشي 15 اورو شي حاجه، 15 اورو 150 درهم. غادي نجربوها البنات من بعد واحد السيمانه هكا غادي نرجع عليكم. دونك فوالا البنات، ثاني حاجه خديت هي هاد لا كريم ايدغاتونت من عند ذا اوردينري. هادي سيتي مارك اللي معروفه بزاف، صدرت واحد الضجه كبيره بزاف. دونك هي هادي سيتي كريم ايدغاتونت سيرفاس ايدغاتاسيون فورمولا. دونك كيف ما كتشوفوا صراحه هادشي كله اللي كنوريكم عمري في حياتي تيستيتو، سي لا بروميير فوا اللي غادي نجربو. وكيف ما كتشوفوا خديت غير 30 ام ال كيف ما قلت لكم غير باش نجربو. هادي غير ديال ايدغاتاسيون البنات، ما كدير حتى شي حاجه من غير ايدغاتاسيون. ها هي فوالا ام ال بشحال كانت، غادي نوريكم باش نوريكم كلشي الثمن ديالهم. ها هي لا فاكتور هنايا، ذا اوردينري ايدغاتو اند اويل 30 ام ال كانت ب 8 اورو و 30 30 سنت، 8 اورو 30 سنت 30 ام ال يعني 30 مليلتر. دابا البنات غادي ندوزو لهذا هذا البرايمر من عند الف، لا مارك الف كوزميتيك هذا البنات، وكان داير بجوج الاورو 89 حتى هو 30 ام ال. كان دايرينو سولد يعني انكبوت، كانوا دايرينو في التخفيض. حتى هو جلجة، انا ما عمري ما جربت شي حاجه من عند الف، هاد لا مارك الف ما عمري الصراحه جربت من عندها شي حاجه جامي لا بروميير فوا، وقلت علاش لا ما نجربش. وهي الصراحه ماشي شي ماركه اللي غاليه بزاف، ماركه اللي غاليين لا بالعكس، هي شويه رخيصه رخيصة زعما مقارنة مع لي مارك الاخرين، رخيصة بزاف. وعاد كيديروا بزاف ديال التخفيض، وكنسمع بلي عندهم الكونسيلر زوون بزاف، الكونسيلر ديالهم زوون بزاف، غير هو ملي جيت ناخذ ما لقيتش لا ريفيرونس ديالي. دونك فوالا الباكاجين ديالو فريمون زوون بزاف، داير بحال شكل ديال كلارنس، لا ماشي كلارنس، كلينيك يمكن ولا شي حاجه بحال هكا. دونك فوالا هذا البنات غير برايمر اللي كديروه قبل الميكاب. البنات اللي ما كيعرفوش شنو هو البرايمر، هو بحال شكل ديال كريم ولا سيروم كيكون كيدير قبل ما كديري الفون دو تان ديالك. دونك البنات دابا غادي ندوز لرابع حاجه اللي خديت، واللي هي هاد ديب برو بوماد ديال لي سورسيل من عند اناستازيا بيفرلي هيلز. ما يمكنش ما تكونوش سامعين، ما يمكنش ما تكونوا سامعين ولا شايفينه من قبل. صراحه شحال شفتو، شحال سمعت عليه، وشحال شفت بزاف ديال الناس كيخدموا به، ولا اني عمري ما جربته. حتى شفت واحد البنت في واحد الجروب فيسبوك قالت بلي كومكوا، صراحه ندمت على حياتها كامله منين يعني ما كانتش كتستخدم هاد الاناستازيا كجيل ديال الاي برو، حيت زعما هو احسن جيل تقدري تستخدمي الحجبان ديالك. وقلت علاش لا، بما انه هاد البنات شكرو كلهم هكا، علاش لا ما نجربوش. وخديتو البنات كيف ما كتشوفوا، هو هذا لا ريفيرونس دارك برو، دارك بلاش نتاكد، دارك براون هو هذا البنات، دارك براون كيف ما كتشوفوا. وخديت معها البنات حتى البانسو ديال اناستازيا من عند لا مارك اناستازيا بيفرلي هيلز. كيف ما كتشوفوا هذا البانسو ديال الحجبان رقيق بزاف بلا، قلت نجرب، حيت الصراحه الاغلبيه كنستخدم يا ديال كيكو يا ديال بينيفيت، وحتى ديال القلم ديال بينيفيت غالي الصراحه، كيدير بشي 5000 ريال بحال هكا، 550 درهم. دونك قلت علاش لا من نجرب هذا وهذا. البانسو ديال الحجبان كان كيدير ب 16 اورو 79، و البوماد كانت كدير ب 18 اورو 49، وكانوا تخفيض البنات. دونك البنات ندوزو لاخر حوايج اللي صيفطوا لي، الصراحه هادو اللي صيفطوا لي صيفطهم ليا يعني من عندهم ما شريتهمش. دونك صيفطوا لي هادي هاد البرايمر من عند بيكسي، هاد لا مارك معروفه بزاف، هذا سيستم برايمر. هاد البنات برايمر كيدير كي ايدغاتي لك وكيرجع لك لي بور انفيزيبل، يعني ما كيبقاوش لي بور، يعني كيسدلك لي بور. فيه 12 ام ال، هذا غير بحال تيستر تجربي باش لعجبك تقدري تشريه مره اخرى. دونك صيفطوا لي هاد الماسك ديال الشاركول من عند هاد لا مارك اللي حتى هي معروفه بزاف بزاف، سيتا ماسك ديال الشاركول، قال لك البنات كينقي لك لي بور من لي بوان نوار وداكشي. دونك غادي نجربو حتى هو وغادي نرجع عليكم. وصيفطوا لي هاد الماسك، صيفطوا لي هاد الماسك هكا ستيتو صغيور، حتى هذا سيتا ماسك ديال الافوكا، قال لك البنات كديريه قبل ما تنعسي، حتى
حتى هو البنات غادي نجربو وغادي نرجع لكم ونشوف نقدر نشريهم مره اخرى. هادو البنات غير بحال تيستر باش انتي كتجربي، باش مره اخرى الا عجبك تكوني عندك ديجا فكره وتجربيهم وصافي. هاد البنات هادو هما لي برودوي اللي وصلوني من عند دوغلاس، هادشي اللي كاين. الصراحه هاد لي برودوي كلهم غادي نتيستيهم وغادي نعطيهم الوقت ديالهم الكافي باش هكا نجربهم مزيان، وهذيك الساعات غادي ندير فيديو خاص وغادي نوريكم كل حاجه واش زوينه واش تستاهل ولا ما تستاهلش. دونك هذا ما كان، جيسبر انو ينال اعجابكم هاد لو بيتي انبوكسين. الى عجبكم ما تنساوش انكم تخليوا اللايك ديالكم ولي كومونتير زوينين بحالكم باش هكا تحفزوني ان ندير لكم فيديوهات اكثر واكثر. راكم عارفين المغال طاي هكاك ما نسيتكمش، قلت ضروري ان نطلع لكم واخا غير فيديو صغير. دونك هذا ما كان، جيسبر انو تنال اعجابكم ونتلاقى فيديو جاي ان شاء الله. بسلام عليكم وتهلاو فراتكم بزاف بزاف.